السلام عليكم أحبائي الكرام في كل مكان، كنتمنى تكونوا على خير، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم من جديد في عالم نوغا. عارفة مقلقين عليا وغبرت عليكم، سمحوا لي بزاف نظرا لظروف خاصة، كنت عيانة شوية مشكت عليكم، جاتني واحد لاغريب خيبة وكان عندنا البرد والشتاء، والمهم وكان ضروري خصني ندير واحد الوقفة حتى بالنسبة لي والفيديوهات، ما بقاش غير نحط. انا ما تيعجبنيش ديك مثلا الغد لي نحط، خصني نشوف حتى المتابع اللي كيتابع شنو هما الحوايج اللي كيبغي يشوفهم واللي ما تيبغيش يشوفهم. واصلا انا يا دو ناتور كنبغي نبدل، كنبغي التنوع. هي هذيك كنت شويه ساتوري، وصلت لواحد الدرجه ما بقيتش باغيه لا ندخل، قلت انا حيت ملي كنبغي ندير شي حاجه خصني نكون فرحانه باش نديرها، باش حتى داك المشاهد اللي غيتلقى باش غادي يشوفها يعجبو الحال. المهم هذاك الشيء اللي وقع ليا، وقلت غندير البريك وندير شويه لو تري، ولقيت بان الفيديوهات ديالي ديال البريكولاج اللي كنت دارت سابقا قديم من يلا بديت لاشين ديالي هما اللي كيتشافوا لي اكثر. اذا قلت علاش لا نستغل الفرصه دابا بدات كتبان عندنا شويه الشمس، غادي ندير معكم اليوم واحد التقنيه اللي زوينه حتى بالنسبه لنفسيه الانسان، او ميم طون نخدم معكم. انا راه دابا كلشي خرجته على برا، حيت مع برا ما غيمكنليش نهضر لان لا روت والطوموبيلات كيدوزوا هذا. المهم انا كنتاسف الناس اللي ما كندخلش مثلا عندهم، والله راه ماشي حيت ما كنحط صافي، من عرفتي مني كتحسي براسك صافي بلوكي، تصوروا عندي ما يتحط. رانايا دايره بزاف ديال الفيديوهات عندي في هذا، ولكن ما بغيتش، راه بامكاني نصيفطهم ولكن لا، قلت لا خصني ندير شويه لو تري. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم تكتشفوا هذه التقنيه الجديده اللي عندها علاقه بالفيديو القديم. المهم خليكم معايا وفرجه ممتعه. احبائي الكرام كما كتشوفوا جيت لاتولي حيت هاد التقنيه اللي بغيت نوريكم خاص ضروري تكونوا على برا. المهم كنتمنى الصداع ديال الطريق ما يصدعناش. المهم انا راه جيت كاريمون لور. اذا التقنيه ديال اليوم هي كيفاش ديري لا غرافور على لو بوا. لا غرافور كما شفت معكم سابقا داك الفيديو اللي كيفاش كتتم عمليه ديك التقنيه الجابونيه اللي كيفاش كيحرقوا لو بوا كما كتشوفوا. هادو راه كنت فايته وريتكم، اللي ما شافش هاد التقنيه يمكن له يشوف هاد الفيديو. المهم لا غرافور سور لو بوا، اما بالكتابه ولا كتامبريمي دي زيماج وكديريهم فوق العود وكديري ديك التقنيه. هذه كانت اول لوحه اللي جربتها، هذه تقنيه جديده بصراحه، عاد تعلمت ليها مؤخرا وبقيت كندير لي زيستي بحال كما كتشوفوا بحال هكايا، ولا بحال مثلا هذه درتها غير عشوائيا. المهم بحال هكا، ومن بعد كتدير لو بغولور دو بوا. هادو غير دي مورسو اللي كيكون مثلا ملي كيشيط على راجلي شي مورسو كنطيرو انا وكندير ليه هاد التقنيه هادي، حيت من بين الاشياء اللي كتعجبني بزاف. وعندي هاد الكتاب هذا كنوصي به بزاف الناس اللي مثلا بعض المرات كيجيك واحد من حالات الياس او كتكوني غاضبه وكتكوني مقلقه من شي حاجه، كنصح به بزاف هاد الكتاب هذا. ما عرفتش كيفاش كيتسمى لا ميدياسيون، فيه بزاف ديال كما كتشوفوا فيه بزاف كديروا الالوان حتى بالنسبه للدراري الصغار اللي كيكونوا معصبين وهذا، شري ليهم باكيه ديال الملونات وخليهم يلونوا. انا قلت مع راسي غنبقى انسبيري منه، بحال مثلا نقطع ونبقى ندير، او كتمشي لورديناتور وكتامبريمي كديري بوشوار ديال اي ايماج بغيتو. اليوم غادي نشوف معكم واحد لا بلونش اللي انا قطعتها بحال هكا بهذه الطريقه، عجبتني شديت غير لاسيستوس كما كتشوفوا، درت القلم الرصاص بحال هكايا واختاريت مثلا اسم الله اللي امبريميتو من الانترنت. وغادي كيفاش غادي نحول هذا لهنايا، غندير فقط غنشد بابي كربون اللي شريت اللي كتعقلوا عليه اللي كنا سابقا غادي نلصق، باش مهم حيت باش يكون شي حاجه فاسيل، انا ما بغيتش ندير شي حاجه كومبليكي باش الفيديو ما يكونش طويل والتقنيه تكون سهله عليكم. ملي غادي نلصق الديسا على البابي كربون انا غنوريكم التقنيه، ومن بعد نوريكم هاد ستيلو غرافور كيفاش كيتم العمليه ديال لا غرافور. اذا انا نوجد لي ماتيريال باش ما نطولش في الفيديو ونوريكم الطريقه.
المهم كيما كتشوفوا قطعت هذه باش نحاول نديرها او ميليو. انا تيريت جوج وحده صغر منها، قلت من الاحسن ندير هذه كبيره. اذا شديت البابي كاربون بحال هكا قسمته، غادي نحطو بحال هكا، وغادي ندير اسم الله بحال هكا، نبلوكيها باش مني نجي نكتب ما تحركش ليا الكتابه، حيت غادي نعاودها بالستيلو، التقنيه اللي كنا كنديرو ملي كنا صغارين. احبائي كما كتشوفوا انايا بلوكيتو دابا، دابا غندوز بالستيلو ونرجع باش نوريكم كيفاش كتتم هاد القضيه ديال لاغراف. يعني كما كتشوفوا انا ساليت دوزت عليه، دابا غادي نشوف الشكل. حزمتو ديال درت ليه الحزمه ديال الغدايد كما كتشوفوا. ها هو هذا راه كيوسخ هاد بابي كربون، كيوسخ اليدين. هذا راه ما كنرميش، كنعاود نستعمله. المهم كما كتشوفوا هذا هو الستيلو غرافر، هي راه كاين فيه الانواع وبزاف ديال لي كاليتي. انا باش نوريكم لا مارك، راه كاينه حتى خرجت هذيك اكسيون اللي عندنا، راه غيكون حتى في المغرب وبزاف هذوك ديال البريكولاج كيكونوا دي تريك بور لي زونفون، وهذا تيكونوا غير خاص باش الا بغيتي ديري غير شي حاجه بسيطه. كاينه لا فيرسيون اللي خرجوها في اكسيون كدير تقريبا شي 20 اورو 19.99 اورو، حتى هي كدير لافير، هي لو موتور ما يمكنلكش ديري شي حاجه كبيره. هذه حيت كانت ديجا كتواجد عند راجلي، خاصها ضروري تتعلق بحال هكا، خاصها ضروري نعلقها بحال هكا، ضروري خاصها تبقى معلقه. وهذا هو باش غادي نبدا نكتب. الفريز ديالها باش زوينه هاد لاباراي كما كتشوفوا فيها بزاف ديال لي فريز، هادو كيسميوهم لي فريز، يعني على حسب البوا كتستعمليها. مثلا بغيتي في الكتابه، بغيتي في ديري دي لاتر، بغيتي ديري دي ديسان، داكشي باش زوينه. المهم انا غادي نبدا دابا لا كرافيغ. غادي ديجا انا هذا صغير حيت ديال النيت ديال هاد سميتو، غادي اكونديسيون وضروري من دادر حيت على وديت الغبره، و ان ماسك يفو avoir un masque لان على لا بوسيير باش ما تدخلش، لان هذوك لي بارتيكول ديال هذا سي دونجورو، دونك خص ضروري ان ماسك. شوفوا شعري اللي غياكل الشحط في هذا الشو. المهم هذا الشعكيكه غتشمع نيت غبره، المهم ما علينا. المهم ضروري من الماسك على ود العينين وهاد الغبره ما تدخلش. المهم غادي نبدا، غادي المهم حيت فيها الصداع، المهم رانا غنحيد لو سون باش ما يزعجكم، وهانتوما غتشوفوا كيفاش غنبقى نتبع بشويه بشويه بشويه. بالنسبه لي فيتاس انا دائما كنمشي غير بفيتاس قليله، ماشي قليله، مهم مويا، حيت الا درتيها مجهده تقدري تخسري وتخرجي على سميتو.
كما كتشوفوا كاينين دي زيكزاك. بعض المرات كتفلت ليا، ولكن عرفتوا علاش؟ انا عرفت حيت لا بلونش دائما، دابا انايا حيت درت هذه الله في لو سونس كونترير ديال العود، ملي كنشوفها كدوز دغيا خاصها تكون هكا نورمالمون نكتبها، ولكن حيت انا بغيتها كبيره داكشي باش انايا درتها في لو سونس هذا. المهم كانت اول تجربه ولكن مزيان. دابا شنو غندير ليها؟ خاصني نحيد هاد اللي في الجناب اللي باقين كي سميتو. اذا غادي عاود بقيتها بالوسط بنفس الطريقه اللي درت قبيله بهذا. دابا غادي ندير ليها الفيرني، ولا كدير ليها الزيت اللي سابقا هضرت عليه، داك لويل دو لا خصوصا بالنسبه للو بوا. غادي ندير شي شويه، المهم ملي كيتنقى. يا بسم الله. واحد لا بروفوندور شديت ستيلو لي سبيسيالمون العود، نغطي هاد الديفو. هي نورمالمون خاصها تبقى هكا، المهم غير باش نعطيها واحد لا بروفوندور باش تبان على لو بوا. غادي ندوز هاد سميتو ديال العود. وكاينه تقاضيه، الا ما كانش عندكم حاله، الا ما كانش عندكم هاد لا ماشين، تقدري تخرجي تكتبي شي حاجه ديريها فلان. هذا هو الشكل النهائي. المهم ما نقولش بارفي، ولكن الحمد لله مزيان. كما قلت لكم حيت حتى العافيه كتلعب دور. انايا كنت صوبت واحد، دابا راه كنتعلم هادو كاع دي زيكزامبل اللي كنت كنتعلم. كنت بغيت نتعلم داك لا غرافير كتسمى 3D،
يمكن لكم مثلا لما بغيتوش ما عندكمش مثلا باش لامبريمونت باش تامبريميو كتشريو دي بوشوار بحال هكا كما كتشوفوا ريلاكس ما عرفتش كيفاش واش باينه ريلاكس بحال هكا كتلصقيها بنفس الطريقه وكديري العود كما قلت لكم العود كيلعب دور هذيك الحريق كيلعب دور وما تنساوش ليا كما كتشوفوا ما تنساوش ليا لو بوس ديروا ليا اللايك شفتوا كي كان بان هذا ما درت ليه لا قلم لا والو هانتوما كيفاش كما كتشوفوا وحيت في لو سونس ديال لو بوا ملي كيكون في لو سونس دو بوا ما كاين حتى مشكل. احبائي الكرام كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم قولوا لي في التعليق شنو رايكم في هذه التقنيه وديروا لي هاد لابوس هذه ما تنساوهاش ليا باش تشجعوني وإلا بغيتو اكثر انا راك يعني الا بغيتو بحال هذا النوع ديال الفيديوهات قولوها لي في التعليق مزيان الواحد يغير. كنتمنى تجربوا هذه التقنيه زوينه زوينه كتحسي بواحد لو بليزير زوين بزاف وهادشي اللي كاين. خليتكم على خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله.